شرعت الهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تنفيذ عدد من الجسور الجديدة والحديثة التي تضمن سلامة مستخدميها من أهالي العاصمة المقدسة وضيوف الرحمن. للمزيد يلتحق بنا مباشرة من مكة المكرمة مراسلنا أيمن الثبيتي. أيمن، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. أنت تتواجد ومن خلفك أحد الجسور الحديثة التي يعني على وشك الانتهاء من إنشائها. بداية، يعني كيف ستخدم هذه الجسور الحديثة مكة المكرمة وأهالي مكة وضيوف الرحمن؟ شكرا لك حسن، احييك واحيي كافة متابعي قناة الإخبارية في هذه الظهيرة. والآن تقام أيضا صلاة العصر هنا في مسجد التنعيم، مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. وهذا الجسر الذي تحدثت عنه يعتبر من أهم الجسور الحديثة لسبب مهم جدا حسن، وهو أنه يخدم ضيوف الرحمن، يخدم المعتمرين. لذلك جاء تصميم هذا الجسر هو سلامة للمعتمرين لوصولهم إلى مسجد السيدة عائشة، وخاصة إذا كان تواجدهم في هذه النقطة المحاذية لمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لسبب مهم جدا حسن، لأن الطريق الذي تشاهد الآن، وإذا أيضا زميلنا المصور، هو يعتبر طريق مهم جدا للقادمين من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة، وأيضا للمغادرين من مكة باتجاه المدينة المنورة. فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز هذا الطريق حتى الوصول إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنه هذا حقيقة خطر كبير جدا على المعتمر وعلى المواطن وعلى المقيم وعلى كل من يريد الوصول إلى الجهة الأخرى. فبالتالي جاء تصميم هذا الجسر الحديث بعد أن كان هناك جسر قديم. إذا تشاهد الصورة حسن، يعني هذاك الجسر القديم، الآن تشاهد المعتمرين وهم يستخدمون الجسر القديم نزولا بعد أن انتهوا من أداء الركعتين، ومن ثم يتوجهون إلى المسجد الحرام. طبعا ما يميز الجسر الجديد عن الجسر القديم يعني مزايا كثيرة جدا، وهي التصميم المريح حقيقة في الجسر الجديد، التكييف، الإضاءة، أيضا هناك مصعدين في الجانبين على يمين الجسر وأيضا على يسار الجسر، وأيضا هناك سلالم ترتبط ارتباط مباشرة بهذا الجسر. فبالتالي حسن، هذا الجسر الحديث هو أكثر يعني راحة وأكثر أمانا وسلامة حتى يتم استخدامه بالشكل الأمثل من قبل ضيوف الرحمن. لذلك هذا يعتبر من أهم الجسور، لكون حركة المعتمرين هي على مدار الساعة، وبالتالي خاصة في المواسم سوف يشهد هذا الجسر أعداد كبيرة من المعتمرين، إما وصولا أو مغادرة من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. نتحدث أيضا عن نقطة أخرى حسن، أن هناك جسور مماثلة لهذا الجسر في أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، وخاصة في المناطق التي يعني تكون فيها مرافق حيوية مثل مدارس للتعليم، لابد أن تربط تلك المدارس من الجانبين بجسور مماثلة، وهذا ما شرعت عليه الهيئة الملكية، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى المدارس بالشكل الآمن إذا كانوا في الجانب الآخر المقابل للمدارس. فبالتالي هناك جسور متعددة في مكة المكرمة وأيضا في مرافق وأماكن حيوية، تضمن من خلال هذه الجسور سلامة المواطنين وسلامة المقيمين، وكي يتنقلوا بشكل آمن من جهة إلى جهة أخرى. ما أود أيضا أن أذكر فيه حسن والمتابع الكريم أن هذه الجسور تخضع للرقابة الدورية بشكل مستمر من الجهات من الجهة المعينة للتأكد من سلامتها، وعدم يعني أن تكون هناك أي إشكاليات تواجه تلك الجسور،
لأن هذه الجسور مصممة إذا كان هناك يعني أمطار قوية أو رياح شديدة فهي حقيقة تتعامل أو يتم التعامل معها بشكل أمثل. نعم حسن، شكرا جزيلا لك أيمن الثبيتي مراسلنا من مكة المكرمة، أشكرك.